السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى ومن جديد في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم وتحديدا الصحافة الرياضية. نذهب لفاصل مشاهدينا قبل البدء باستطلاع الصحف المحلية. حياكم الله من جديد مشاهدينا، بداية مع الصحافة المحلية. وقبل أن نتعمق ونتوغل أكثر في صحفنا المحلية الرياضية، دعوني أرحب باسمكم بالأستاذ الناقد وصحفي أو الناقد الرياضي الأستاذ سعد الفضلي للتعليق على أهم وآخر الأخبار الرياضية في صحافتنا المحلية الرياضية. حياك الله أخوي سعد معي في حلقة اليوم. سلمك حياك الله. معك الناقد سعد فلاح. نعم. وأنا سعيد بوجودي معك في هالبرنامج، وإن شاء الله نكون إضافة جميلة في البرنامج. بالتأكيد أستاذي وخير راح تكون إضافة جميلة وممتعة من خلال تحليلك وتعليقك على أهم الأخبار الرياضية المحلية. حياك نبلش الله. صحافة يلا المحلية. يلا توكل على الله. نبلش مشاهدينا مع صحيفة الراي، والتي عنونت طائرة خاصة ومكافآت لتحفيز العميد قبل رحلة أصفهان. تنتظر العميد مهمة أخرى لا تقول صعوبة عن مواجهة الوحدات الماضية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري الأبطال، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على أرض ذوب أهان أصفهان الإيراني. ويستعد الأبيض للمغادرة إلى أصفهان يوم السبت المقبل عبر طائرة خاصة، نظرا إلى عدم توافر رحلات مباشرة من الكويت إلى هذه المدينة الإيرانية. رجعنا معكم مشاهدين ومع الأستاذ سعد فلاح الناقد الرياضي. أخوي فلاح أو عفوا أخوي سعد، بعد فوز الكويت على الوحدات الأردني بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى ضمن الملحق الآسيوي لدوري أبطال آسيا، ما هي حظوظ الكويت في الاستمرار في هذه المنافسة والتأهل إلى دور المجموعات قبل مواجهة إن شاء الله الغرافة القطرية أيضا؟ والله أنا أشوف أن حظوظ الكويت جيدة، خصوصا بعد الفوز المقنع والجميل على والعودة في مباراة الوحدات. نعم. وأنا أشوف أن الفرصة كبيرة، خصوصا الفريق الإيراني مو يعني مو الآن هو مو من فرق المقدمة. هو تقريبا في مركز 14 في الدوري. نعم. يعني وفريق الكويت مدعم بنجوم ومحترفين. صحيح. أنا أعتقد أن الكويت قادر، في دعم كبير، نادي الكويت حصل دعم كبير، يعني موضوع الطيارة الخاصة هذا بروحه دعم. نعم. دعم جماهيري، دعم اتحاد الكويتي كرة القدم مع نادي كاظمة. نعم. اللي أجلوا مباراتهم مع نادي كاظمة، يعني ريحوهم في الدوري. طبعا رحلتهم شاقة ومتعبة، لأن أنت خلال 20 يوم تلعب 3 مباريات، تلعبهم مع الوحدات، هذه مهمة خلصت. صحيح. مع الفريق الإيراني أنا أعتقد أن مهمتهم صعبة لكنها مو مستحيلة. نادي الكويت قادر، عنده نجوم، عنده إدارة، عنده دعم، وإن شاء الله أنه يعني تتوج هالرحلة بالفوز إن شاء الله، وبعدين عاد نسولف عن الغرافة إن شاء الله إذا خلصنا من السابق. إن شاء الله إذا أراد. بعد الفوز على الوحدات الأردني في المباراة السابقة أخوي سعد، كبر الطموح عند مسؤولي ولاعبي نادي الكويت وكذلك عند شارع الرياض الكويتي بالذهاب بعيدا والوصول إلى دور المجموعات. رأيك أهم العوامل التي يجب أن يركز عليها الجهاز الفني والإداري في مباراة الكويت أمام ذوب أهان أصفهان الإيراني؟ والله في الأول والأخير التركيز. نعم. هو في مباراة الوحدات يعني تخلف الفريق بهدفين والسبب عدم التركيز. انت وهذه مشكله. صحيح. اجنده الفريق انه يلعب 3 مباريات خارج ارضه مع فرق قويه، فانت لما تروح مثلا تروح اصفهان تلعب مع الفريق الايراني في ارضه وبين. نعم. جمهوره. نعم. اعتقد انك تحتاج الى التركيز. صحيح. ولا خصوصا في بدايه المباراه موضوع جس النبض وموضوع انك انت تستهلك الوقت
يعني على ما انت تاخذ على هذا وتستهلك صحيح. اندفاع الفريق الايراني، لان الفريق الايراني اكيد بيندفع لانه قاعد يلعب على امل الارض. وانا اعتقد ان الفريق نادي الكويت قادر، نعم. يملك لاعبين، يملك جهاز فني، يملك جهاز اداري يقدر يتعامل مع المباريات وحساسيه المباريات. انت تدري الحين من 15 سنه تقريبا اكثر نادي الكويت دائما على منصات التتويج، يعني المباريات النهائيه والقويه انا اعتقد ان نادي الكويت قادر انه يعني يتعامل معها بشكل جيد، نعم. وانا اعتقد ان حظوظ الكويت كبيره، واعتقد ان الكويت عنده محترفين يفرقون معاه في المباراه، غير صحيح. طبعا اللاعبين المحليين اللي اثبتوا على كعبهم، ومباراه الوحدات خير دليل. اكبر دليل. كل التوفيق لنادي الكويت، وبالتاكيد من خلال الدعم المقدم من السيد خالد الغانم رئيس طبعًا. نادي الكويت، وكذلك من خلال الجهازين الفني والاداري بقياده الكابتن محمد عبد الله، وكذلك السيد عادل عقله في الجهاز المدير الاداري الذهبي. نعم المدير الذهبي مثل ما يطلقون عليه، ويستاهل أبو خالد. فنتمنى لهم كل التوفيق في المباراة المقبلة، يا رب. وكذلك إن شاء الله في مباراة الغراف القطري، ايه؟ لكن قبلها إن شاء الله الفوز على الفريق الإيراني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نكمل معك في أخبارنا المحلية، حياك الله. وصحافتنا التالية مشاهدينا وصحيفتنا التالية ستكون مع الأنباء، ونقرأ في العنوان من خلالها: الأولمبي يجتمع 20 الشهر الجاري، ومعسكر بحريني. أعلن الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الأولمبي عن برنامج المرحلة السابعة والأخيرة لاستعدادات الأولمبي لخوض التصفيات الآسيوية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقرر إقامته في الكويت مارس المقبل، حيث أوضح المنسق الإعلامي للأزرق سالم العنزي أن المنتخب سيبدأ تجمعه في 20 من الشهر الجاري في تدريبات محلية تستمر حتى الرابع من مارس المقبل، ليغادر بعدها المنتخب إلى مملكة البحرين للدخول في معسكر يمتد حتى 12 من شهر مارس المقبل. رجعنا معكم مشاهدينا مع الأستاذ سعد فلاح الناقد والناقد الرياضي المحلي. أستاذي، نتكلم عن توقعاتك للأزرق الأولمبي خلال التصفيات القارية والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. والله الأمنيات كبيرة، لكن أنا أعتقد أن الفريق الأمنيات كبيرة والواقع شيء ثاني. والواقع شيء ثاني. أنا نعم. أشوف أن أول شيء أنت مجموعتك صعبة، يعني قرقستان، سوريا، الأردن، هذول اللي من العموم منتخب أولمبي يعني كأنه منتخب أول. أول. أنت لاعبين المنتخب الأولمبي اللي عندك في الأندية ما يلعبون منتخب مع الفريق الأول. نعم. ولا شاركوا ذيك المشاركة. تغيير المدرب بالفترة الأخيرة. لكن إحنا طموحنا إن شاء الله إن الفريق، يعني طموحنا على الموهبة الكويتية. نعم. طموحنا على إن إحنا قاعد نلعب بين أرضنا وبين جمهورنا. صحيح. ممكن هذه الأمور العوامل هذه تفرق معنا. في فريق منتخب الأولمبي مو سيء. في فريق، لكن انا اعتقد ان توظيف اللاعبين وطريقه وما يعني اعتقد ما حصلوا الدعم الكبير اللي كنا نتوقعه، يعني عارف، لكن يبقى الامل موجود، ولان احنا ما ندري الفرق الثلاثه هذه شنو مستواها. ممكن صحيح. يعني ممكن ان تكون الفرق مستواها يعني متوسط، يعني مو صعب، مصعب. متوسط نقدر عليها، وان شاء الله وبين ارضنا وجمهورنا، ونتمنى لهم التوفيق. المنتخب الاولمبي هذا يعني بعد سنتين ثلاثه هو منتخب الأول، فلازم ندعمه، فاز خسر ندعمه، لكن المنتخب الأولمبي وإحنا عموما شباب الكويت لما تحطهم في محك يطلع معدنهم، وإن شاء الله يطلع معدنهم في البطولة وتتوج إلى طوكيو بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله هم قادرين. وإحنا مكملين معاك في صحافتنا المحلية ومعاكم مشاهدينا، وهذه المرة مع صحيفة السياسة، ونقرأ في العنوان: يد العميد يعبر برقان ويغرد في صدارة الدمج. واصل فريق اليد الأول بنادي الكويت تصدره بترتيب دوري الدمج بفوزه أمس على برقان بنتيجة 33-25 في اللقاء الذي جرى بينهما على صالة الشهيد فهد الأحمد ضمن الأسبوع 13، ورفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد برقان عند 16 نقطة بالمركز الخامس. وضمن نفس الأسبوع فاز الصبيخات على التضامن، كما تغلب اليرموك على الساحل. رجعنا معكم مشاهدينا ومع الأستاذ سعد فلاح الناقد الرياضي. أستاذي، هل من الممكن أن يظهر نادي الكويت أو أن يظهر لنادي الكويت منافس خلال المرحلة المقبلة؟ يعني في آخر 5 سنوات فريق اليد بنادي الكويت لم يخسر. إيه، هو المشكلة يعني في منظومة كبيرة في نادي الكويت، في عمل كبير كان يعني من سنوات. الأندية إيه الأندية الأخرى للأسف ما اشتغلت نفس ما عمل نادي الكويت واشتغل. نعم. الآن المشكلة إنه حتى في مراحل الشباب، المراحل السنية، نادي الكويت يعني كعبة عالي. صحيح. مع نادي السالمية، مع مثلاً يدش نادي القرين في هذا، لكن يبقى نادي الكويت يفرق عن الفرق.
انت متى تبي تلحق على الكويت؟ يمكن انا اقول رايي الشخصي، انا اقول ممكن اذا عملوا نظام محترفين، ممكن لو تجيب محترفين اثنين ثلاث، لكن المشكله ايضا الكويت راح تجيب محترفين على مستوى. صحيح. فالعمل الجبار اللي عمله نادي الكويت في السنوات الاخيره هو اللي عمل القاب الكبير هذا، وهذا القاب الكبير عمل يعني بيني وبينك عمل احباط حتى للجمهور، حتى يعني للاعبين، لان في فرق كبير، نادي الكويت يعمل والباقي لا يعمل. صحيح. وهذا المشكله. والان يقول لك والله نادي الكويت يعني في بعض الاصوات شو تقول؟ تقول نادي الكويت يعني استحوذ على اللاعبين. طبعا هو يدفع ياخذ اللاعب يبي فائدته الماديه. صحيح. ويلعب في نادي كبير. انت ليش ما فعلت نفس الشيء؟ يعني في الغدم كل كاظمه ياخذ لاعبين، قادسيه ياخذ لاعبين، الكويت ياخذ لاعبين، السالميه ياخذ لاعبين من انديه اخرى، يدفع لهم وياخذ، يفيد نفس يعني يفيد الفريق ويفيد اللاعب، في فائده حق اللاعب. في كره اليد فقط نادي الكويت اللي قاعد يدفع، وكان كره اليد منسيه. فالان احنا قاعد ندفع الثمن. ان نادي الكويت يعني كعبه عالي جدا يعني. صحيح. وفي فرق كبير يعني، فريق صار له كذا موسم، خمس سنوات ما خسر، وحتى لما خسر ترى خسر قبلها يعني في 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 بطوله كاس يعني. فهذه مشكله، وهذا دليل طبعا مشكله الفرق الاخرى، لكن دليل على ان نادي الكويت اداره محترفه. صحيح. وانا قلتها في كذا برنامج، اداره محترفه في زمن الهوى، وهذا اللي لكن ما بليت حيله، هذا الامر واقع الان. ما زلنا في اخبار نادي الكويت، ومن خلال البطوله الاسيويه التي ستقام ان شاء الله عندنا في شهر مارس المقبل، وين تشوف حظوظ نادي الكويت ونادي كاظمه المشاركان في هذه البطوله؟ والله انا اشوف ان حظوظ نادي الكويت اعلى بسبب ان نادي كاظمه اكثرهم شباب ناشئين. نعم. وما احتكوا في البطولات هذه، يعني ما سبق ان احتكوا في البطولات هذه من سنين، ما تدري انت الايقاف الرياضي وكذا. صحيح. نادي الكويت يعني حتى نادي الكويت عمل بجد، انا اللي عرفت الان انه تعاقد مع ثلاث محترفين اعتقد من البحرين، اعتقد هو اساسا فريق نادي الكويت قوي. انت امامك فرق قطريه مدججة بالمحترفين، وعندك. نعم. مثلا الجيش السوري، عندك باربار البحريني. صحيح. هذه فرق قوية. قوية. لكن نادي الكويت على أرضه وعلى جمهوره، نادي الكويت بدون محترفين ينافس. فأنا أعتقد أن يبقى موضوع اختيار المحترفين يعني، والفريق يملك جهاز فني قيادة الكابتن سعيد حجازي، أعتقد قادر أنه يختار صح. أنا أعتقد يعني بس مسألة المحترفين اختيار صحيح، أنا أعتقد بإذن الله البطولة لنادي الكويت إن شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق فيما يخص البطولة الآسيوية والذهاب بعيدا في هذه البطولة يا رب. ونروح من أخبار كرة اليد المحلية لكرة الطائرة المحلية، ومع صحيفة الجريدة مشاهدينا، وجاء في العنوان: طائرة العربي عادت على حساب التضامن. استعاد فريق العربي للكرة الطائرة اتزانه المفقود منذ بداية الدوري الممتاز، وحقق فوزه الأول على حساب منافسه تضامن بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة يوسف شاهين الغانم بنادي كاظمة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وفي مباراة أخرى حافظ فريق كاظمة على سلسلة انتصاراته، وذلك على حساب الجهراء. رجعنا معكم مشاهدين ومكملين في أخبارنا المحلية، ومع الأستاذ سعد فلاح الناقد الرياضي. أستاذي، هل يشهد أو هل ستشهد ربما عودة طائرة العربي بعد الفوز على التضامن؟ هل تشوف أن من خلال فوز العربي على التضامن راح نشهد منافسة ما بين الأندية، أندية الكويت كاظم وكذلك العربي، من خلال الفوز على التضامن يوم أمس؟ والله أنا أشوف أن على المدى القصير، نعم، أنا أعتقد أن على المدى القصير العربي ما راح ينافس الموسم هذا. الموسم يحتاج الكثير من العمل، يحتاج الكثير يعني. طبعا فوز العربي على التضامن يعني شيء حلو. نعم. لكن هو بالنهاية احنا نتكلم عن النادي العربي، ان نتمنى ان النادي العربي ان يتفوق في جميع الألعاب، لان النادي العربي اذا صعد تصعد الرياضة يعني، الرتم هذا، الجماهير يعني تزداد، يصير في جمال لأي لعبة. صحيح. اي لعبة يعني. نادي العربي قبل سنوات نافس في اخذ بطولة الدوري قبل 5 مواسم، عمل يعني حتى صارت الاتحاد اليد يعني ما شاء الله جمهور، وفي الغدم تذكر ايام الترينبو، فاموره كلها. فاحنا نتمنى ان العربي يصعد، لكن خلينا نكون واقعيين، على المدى القصير العربي يحتاج عمل كبير في كرة الطائرة حتى يلحق بالركب. نعم. فيما يخص نادي كاظمة، هل تشوف ان نادي كاظمة سيكسب رهان الفوز بالدوري هذا الموسم؟
والله شوف هذا الدوري عندهم يعني دوري ممتاز ذهاب وإياب. نعم. نادي كاظم لعب 4 مباريات فاز فيهم يعني هو الآن 8 نقاط. نادي الكويت عنده لعبتين مؤجلات. مؤجلات. نادي الكويت الآن في معسكر في تركيا عشان البطولة العربية. المنافسة تبقى بين الكويت وكاظم. يعني مواجهتهم مع بعض هي اللي تحسم وهي اللي تفصل. لكن نادي كاظمه صراحه يقدم كره طائره جميله. نعم. ودائما محافظ على مستوى نادي كاظمه يعني دائما محافظ على على مستواه في كره الطائره وقاعد يعمل منافسه يعني دخل منافسه مع القادسيه والكويت وعمل اخذ مكان العربي يعني. نعم. وانا اعتقد ان كاظمه فريق قوي وقادر انه ياخذ الدوري لكن عليه ان يتجاوز الكويت. الكويت والكويت اذا بياخذ الدوري عليه ان يتجاوز كاظمة. يعني مواجهة الفريقين ما بين كاظمة والكويت. أنا أشوفها بين كاظمة والكويت. فيما يخص باقي الفرق هل هي ستحدد؟ طبعا قادسية فريق مو سهل. نعم. لكن مو في مستوى الكويت وكاظمة في الموسم هذا. فقادسية ممكن أن يكسب فريق يرجح كفة فريق الآخر. كل الشكر للأستاذ سعد فلاح ناقد رياضي. شكرا لك أستاذ على تواجدك معي في حلقة اليوم ما بين السطور. يا هلا مرحبا وشكرا لك وإن شاء الله نكون قدمنا مادة جميلة للمشاهد. بالتأكيد. وأنا سعيد بوجودي. شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك. مشاهدينا بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع أهم الصحف العربية. حياكم الله من جديد مشاهدينا. ومن بعد الصحافة المحلية أتينا إلى الصحافة العربية وأولى صحفنا العربية ستكون مع الجزيرة السعودية وجاء في العنوان النصر عزز وصفته للدوري. وفي سياق الخبر استعاد النصر نغمة الانتصار بفوز مهم على ضيفه القادسية 3-1 في افتتاحية الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين ليرفع أصفر العاصمة رصيده إلى 4 نقاط وصحح مساره الذي تعرض لتوقف في الجولة الماضية أمام التعاون. وبذلك عاد النصر رغم ظهوره بعيدا عن مستواه لتضييق الفارق مؤقتا مع الهلال بفارق 3 نقاط في حين تجمد رصيد القادسية على 23 نقطة محتلا المركز 9. ومن الصحافة السعودية إلى آخر الأخبار في الصحف القطرية وتحديدا مع الراية القطرية والتي عنونت السيلية ضم التونسي السعداني. تعاقد نادي سيليا رسميا مع التونسي بلال السعداني لاعب فريق البنزرتي التونسي وقام النادي بالتوقيع رسميا مع ماهر يوسف قادما من الخليطيات وعبد الرحمن محمد قادما من الأهلي ولاعب المنتخب الأولمبي عادل بدر الأحمد قادما من الدحيل وذلك في إطار سعي إدارة النادي بدعم الفريق بصفقات قوية خلال المرحلة المقبلة التي يسعى فيها سيليا الحفاظ على مكانه بالمربع الذهبي. ثالث صحفنا العربية مشاهدينا ستكون مع الدستور الأردنية وجاء في العنوان الجزيرة يلتقي الأهلي والحسين أربد يستضيف البقعة. ينطلق اليوم قطار مرحلة الإياب لدوري المناصير للمحترفين بكرة القدم بإقامة مبارتين. استاد عمان الدولي سيكون شاهدا على مواجهة الجزيرة المتصدر والأهلي الذي يقبع في المركز 10. وفي مباراة أخرى يستضيفها استاد الحسن سيكون الحسين أربد على موعد مع البقعة في مواجهة مثيرة بين كلا الطرفين. ومع الصحافة الأردنية مشاهدين ننهي جولتنا في الصحف المحلية وكذلك العربية لننتقل إلى أهم الأخبار في الصحافة العالمية ولكن من بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا وآخر جولاتنا الصحفية مع الصحافة العالمية وبالتأكيد بيكون أول خبر لنا في الصحافة العالمية مع كلاسيكو الأرض الذي لعب أمس بين البارسا وريال مدريد
في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. فجولتنا العامة مع ماركا وسولاري قال كلاسيكو رائع. علق سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد على التعادل مع برشلونة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وقال سولاري كان هذا أول كلاسيكو لي كمدرب مع الفريق، ولكنها كانت مباراة جيدة وجميلة جدا على المستوى الفني والأداء. وأضاف سولاري في بعض الأحيان كانت المباراة متكافئة، وفي بعض الأحيان الأخرى نحن الأفضل وبعضها الآخر هم الأفضل، فعلا الكلاسيكو له أجواء خاصة. وتبع سولاري أعتقد بأن الجميع كان راضيا على المستوى وكان بإمكان الانتصار، ولكن لا تزال هناك مباراة أخرى في البرنابيو. ومن أخبار الكلاسيكو وكلاسيكو الأرض ما بين برشلونة وريال مدريد إلى آخر الأخبار في الدوري الإنجليزي، وصحيفة ميرور عنونت خيسوس كنا نعلم بصلابة إيفرتون في مباراة الأمس. أكد الدولي البرازيلي جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي صعوبة مباراة فريقه أمام إيفرتون والتي انتهت لصالح السماوي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على استاد أو ملعب جيدسون بارك مساء يوم أمس والمقدم من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال خيسوس أتينا هنا من أجل الفوز والعمل الجاد، وكنا نعلم بأن المباراة ستكون صعبة، فهم يمتلكون لاعبين رائعين ومدرب مميز. واختم خيسوس تصريحاته الجميع فاز بالمباراة، كنا نعلم بأنها محطة مهمة ونحن نريد أن نلعب بشكل جيد في كل مباراة لكي نتوج في النهاية بالموسم أو في نهاية الموسم باللقب. آخر صحفنا مشاهدينا ستكون مع صحيفة توتو سبورت والتي عنونت اليوفي يتفق مع روغاني على التجديد رغم تلقيه للانتقادات بعد الأداء الدفاعي المهزوز ليوفنتوس في التعادل الأخير أمام بارما، لكن يبقى المدافع الشاب دانييلي روغاني جزءا أساسيا من مشروع يوفنتوس المستقبلي. وبحسب موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي فإن البيانكونيري قد اتفق مع روغاني على تمديد عقده، فاللاعب الذي كان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي الصيف الماضي سيوقع عقدا يربطه باليوفي حتى عام 2023. وأضاف الموقع أن راتب اللاعب سيرتفع من 1,700,000 يورو سنويا إلى 3 ملايين يورو ليصبح رابع تجديد الفريق هذا الموسم بعد سامي خضيرة وبيانيتش وأخيرا أليكس ساندرو. ومع الصحافة الإيطالية وأخبار نادي يوفنتوس مشاهدين ننهي جولتنا في أخبار اليوم ما بين الصحافة المحلية العربية وكذلك العالمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، لقاءنا بكم يتجدد إن شاء الله في حلقة الغد وأهم الأخبار الرياضية في مختلف الصحف المحلية العربية وكذلك العالمية. إلى ذلك الحين شكرا لكم على حسن المتابعة، طبتم وإلى اللقاء.